تحت عنوان الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي واقعه وتحدياته وأفاقه، نظمت مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع معهد العالم العربي ندوة مشتركة حول تقرير التنمية الثقافية العاشر، شارك فيها باحثون وأكاديميون في المجالات العلمية والثقافية. وتنبع أهمية هذا التقرير من أنه يأخذ في الاعتبار ما حفلت به في السنوات القليلة الماضية أنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار على الصعيد العالمي من تطورات عميقة واكتشافات مذهلة، ويأخذ أيضاً في الاعتبار تطور مفاهيم البحوث العلمية وعلاقتها بمختلف القطاعات، فضلاً عن توجيهه الاهتمام إلى محاور جديدة تتصف بأولويتها من أجل التنمية الشاملة والمستدامة. تقرير التنمية الثقافية العاشر أكد على أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودوره في التنمية المستدامة الشاملة، ولا سيما وأن بلدان العالم العربي تواجه تحديات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والبيئة والفقر ومكافحة التطرف والتغير المناخي. وقدم الأكاديميون والباحثون عرضاً مفصلاً حول واقع التطور العلمي والتنمية الثقافية في الدول العربية ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. هذا التقرير يكتسب أهمية خاصة لأنه حول الأوضاع العلمية في العالم العربي، والذين يدركون ماذا يعني الوضع العلمي يعرفون جيداً أنه لا يمكن لأي بلد في العالم اليوم إذا لم يكن لديه نهضة علمية جادة وعميقة وينتج عنها مصنوعات وأجيال تخترع وتكتشف، لا يمكن أن يخرج من أي أزمة من أزماته. من جهته اعتبر رئيس معهد العالم العربي جاك لونغ أن هذه الندوة تساهم في دعم منظومة الإبداع والابتكار وتشجع الاستثمار في البحث العلمي والتطور التكنولوجي، ودعا إلى تكثيف الجهود للعمل وتبادل الخبرات العلمية. هذه الندوة تعتبر مناسبة مهمة لتطوير التعاون بين مؤسسة الفكر العربي ومعهد الوطن العربي. تم توقيع على اتفاقية تعاون بيننا، وهناك آفاق واعدة لتبادل العلمي بين الجامعات الأوروبية وبالخصوص الفرنسية والعربية. هناك مشاريع عديدة خاصة بالشباب، وهذا شيء مهم جدا مع العديد من الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، كما نشجع تنقلات الشباب في بلدان العربية الأخرى. واختتمت فعالية هذه الندوة بتوقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الفكر العربي ومعهد العالم العربي بهدف تحفيز ودعم البحوث العلمية وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات عملية تساهم في تطوير مستقبل الدول العربية. أكد المختصون والخبراء الذين شاركوا في أشغال هذا الملتقى على أهمية ودور البحوث العلمية والتطورات التكنولوجية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للدول العربية. لقناة الإخبارية ملك عبد الدو، باريس.